بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: إنني عندما آتي إلى الصلاة فأجد الإمام راكعا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فأكبر التكبيرة الإحرام، أجد أن الإمام قد سبقني إلى الرفع من الركوع، فهل أعتبر نفسي لاحقا لهذه الركعة أم لا، لأنني دخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يركع مع الإمام، ويستحب أن يكبر للركوع. تكبيرة الركوع في هذا الموضع مستحبة، أما في غير هذا الموضع فإنها من واجبات الصلاة، فيكبر للإحرام وهذا ركن من أركان الصلاة، ويكون تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع، والأحسن أن يركع بتكبير آخر للانتقال كما ذكرنا. فإذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركوع، فإنه يقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق بالإمام ويرفع رأسه. أما إذا لم تصل يداه إلى ركبتيه منحنيا، رفع الإمام رأسه قبل أن ينحني هذا المتأخر ولم تصل يداه إلى ركبتيه فقد فاته الركوع، فعليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، لأن الركوع قد فاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة مطولة بعض الشيء من بعض الأخوات المستمعات، تقول عن نفسها: الصابرة على قضاء الله أمة الله. أختنا تقول عن نفسها: أنا سيدة، عندي 7 بنات وصبي، بفضل الله سبحانه وتعالى أربيهم تربية إسلامية ابتغاء مرضات الله. زوجي عصبي وبلسان سليق، لا يرحم ولا يخاف الله ولا تأخذه لينة لائم، وكثير القيل والقال، وكل نجاح يصيبه يكون بفضل ذكائه وقوته، وكل فشل يكون السبب فيه الغير. وإذا رآني أنا والبنات في صلاة أو ذكر أو سماع برنامج ديني نصبح مجالا للسخرية، وأنا أصبر عليه ابتغاء وجه الله للصابرين وعلى أمل إصلاحه، وخوفا على ضياع الأولاد. منذ فترة 15 سنة أصبحت أخت زوجي زوجة لأخي، فازداد كراهية زوجي لي ولأهلي من نقل كلام أخته، حتى وصل الآن لمرحلة قطع صلة الرحم، منع الأولاد، وتستمر في هذا الحال، وكله وصف لزوجها ولحاله السيء كما ذكرت، وترجو منكم التوجيه حتى تستمر صامدة أمام هذا الحال لتربي بناتها وصبيها، جزاكم الله خيرا. هذا من المشاكل الزوجية التي لا نملك حيالها حلا حاسما، ولكن يسرها بأن تستمر في تربية أولادها على الخير، وتستمر أيضا في سماع البرامج الدينية والاستفادة منها، وتستمر أيضا في نصيحة زوجها ونصيحة
زوجها وموعظته، لعل الله أن يهديه، وهي مأجورة على هذا الصبر وعلى هذا الجهاد. وهذا الزوج يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذه الأخلاق السيئة التي ذكرت عنه زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف، قال تعالى: فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيوصيه بحسن الخلق ومعاشرة زوجته بالمعروف وترك هذه الأخلاق الذميمة التي ذكرتها السائلة. ومن أخطرها ضعف إيمانه، وأنه يعتقد أن ما وصل إليه من نجاح أنه بجهده وحوله وقوته، وأن ما أصابه من فشل فإنه بجهده وبعمل الآخرين من الخلق هم الذين أحدثوا ذلك. هذا من ضعف الإيمان أو من عدم الإيمان، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، كلها من الله. يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله، ولا يجوز للإنسان أن يعجب بنفسه وحوله وقوته، فإن هذا لم ينفع قارون لما نصحه قومه بأن يحسن كما أحسن الله إليه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ظن أن هذا المال الذي حصل عليه أنه بجهده، وأنكر فضل الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة كما قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلما الله الإنسان الذي إذا حصل على خير قال: هذا لي، بمعنى أنني أستحقه، أنا جدير به، وينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، والنقم لا يعتقد أنها مصيبة وعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسبها إلى الخلق، فهذا يخل بالإيمان بالله عز وجل، وهذا معناه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم أحمد علي محمد مقيم في الرياض، وهو من مصر محافظة أسوان، له أكثر من قضية. يقول: هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا يوجد بدعة حسنة، بل البدع كلها سيئة، وهي ما أحدث في الدين إما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولم يستثني من البدع شيئا، وبين أن البدعة هي ما أحدث في الدين إما ليس منه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو البدعة، وليس فيها شيء حسن. كل ما أحدث في الدين إما ليس فيه إما ليس منه ولم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله فإنه سيئة وضلالة، ليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعضهم. بارك الله فيكم. يسأل عن الحكم في عقد زواج الشهود لا يصلون أو وكيل العروس لا يصلي. لا يجوز لتزويج المسلمة لرجل لا يصلي، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر لله عز وجل. ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الحاصل أنه لا يجوز أن يتزوج مسلم من كافرة إلا الكتابية، المحصنة من أهل الكتاب يجوز للمسلم أن يتزوجها، قوله تعالى: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. أما ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية. وكذلك الولي يشترط فيه، إذا كانت المولية مسلمة اشترط فيه أن يكون مسلما، الكافر لا يتولى المسلمة، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز لكافر أن يتولى عقد
العقد على وسلنا. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم التهليل قبل أذان الفجر بساعة أو بنصف ساعة. إعلان التهليل قبل الأذان في الفجر هذا بدعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بذلك في المناير والمكهونات هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم التهليل ذكر لله طيب وهو أفضل الذكر وهو كلمة توحيد، ولكن جعله بهذه الصفة تحديده بهذا الوقت وسبق الأذان به هذا بدعة. لو أن إنسانا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه وأكثر من ذكر الله فهذا شيء طيب، لكن توظيفه في وقت معين تاج إلى دليل، وكذلك أداؤه على صفة معينة تاج إلى دليل. فهذا الذي يقال قبل الأذان من الأذكار هذا بدعة يجب تركه. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة؟ الجمهور على أنه غير مشروع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإنما هو مشروع في التشهد الأخير. التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الذي ورد في حديث ابن مسعود. ما هو موعد صلاة الضحى حسب توقيت الرياض؟ حسب توقيت الرياض وغير الرياض. موعد صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى قبيل وقت الظهر بقليل، هذا كل وقت عند صلاة الضحى. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، باعثها مستمع يقول المرسل عين ميم ألف مقيم في جدة، يسأل ويقول ما حكم بناء المساجد تحت البيوت؟ وهل تجوز صلاة الجمعة والجماعات فيها؟ وما الحكم وما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك ما دامت المساجد طاهرة في حد ذاتها وهيئة للمصلين، فلا بأس بذلك أو كان فوقها بيوت أو كانت هي فوق البيوت، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك أن يكون المكان ضيقا والمباني مزدحمة، فلا بأس أن يجعل الدور الأرضي مسجدا أو الدور العلوي مسجدا من العمارة ويهيأ للمصلين، لا حرج في ذلك والحمد لله. إلا أنه مهما أمكن أن يفرد المسجد بمبنى مستقل بمرافقه وتوسعاته فهو أحسن وأكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم بناء قبور في المقابر وإن كانت من الحجارة ولو كانت ترتفع عن الأرض، مع الدلائل نرجو من فضيلتكم البيان جزاكم الله خيرا. المشروع في القبور أن تكون في بطن الأرض، أن تكون في بطن الأرض بالحفر واللحد، وإذا كان التراب لا يتماسك والأرض تنهال فلا بأس أن يبنى يحفر حفرة ثم تقال الجدران في جوانبها من أجل حفر الميت من انهيال التراب عليه. فهذا هو المشروع أن تكون القبور في بطن الأرض مهما أمكن ذلك، فلا يجوز أن يبنى عليها بناء مرتفعا لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإنما يدفن القبر بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر. هذا هو المشروع من أجل أن يعرف أنه قبر، وضع عليه مصائب في أطرافه تبين حدوده من أجل أن يعلم أنه قبر فلا يمتهن. أما أن يبنى عليه بناء مرتفع فهذا حرام منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض وهدمت البناء الذي عليه. وكان قبره صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه كما وصفنا كانت لا ترتفع وليس عليها بناء تخص بها، وإنما مدفونة بترابها ومرفوعة عن الأرض قدر شبر، هكذا كانت القبور في الإسلام. أما البناء عليها بناء القباب عليها والأضرحة فهذا من وسائل الشرك ومن عادات أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم، وهذا أمر له خطورته على العقيدة. فإن المباني التي أحدثت على القبور حدث بسببها فتنة عظيمة في الإسلام، عبدت من دون الله وصرفت لها النذور وصار يحج إليها ويتمسح بها ويطاف بها، كل ذلك بسبب مخالفة الهدي النبوي في أيام القبور. وهكذا مخالفة الشرع لا تجر إلا الشرور والمصائب.
أمام مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وفيها شر عظيم، ولا سيما في أمر العقيدة. فالواجب على المسلمين أن يراجعوا أمر دينهم وأن يعملوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأضرحة ويهدموها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أزلت ما عليه من البناء. هذا هو الواجب في الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من بغداد العراق، باعثها المستمع عين سين عين، يسأل ويقول: علمنا من برنامجكم النافع أن الأهل الذين يشترطون لنكاح ابنهم أن يأخذ أهل البنت بنتا منهم، وأسماه الشيخ زواج الشغار، وقال إنه حرام، ولكن المشكلة أن هذه الطريقة من الزواج قد حصلت في أهلنا، حيث عقد كل الطرفين المهر وكان بمقدار 10,000 مقدم و10,000 مؤخر، وهذا ليس هو قيمة المهر الذي تعارف عليه في عوائلنا عموما. فما هو الحل في نظركم؟ وقد كنا جميعا نجهل بأن هذا حرام. جزاكم الله خيرا. لا شك أن زواج الصغار باطل ومنهي عنه، وهو أن يشترط في زواج موليته أن يزوجه الآخر موليته. فإذا كان زواج المرأة مشروطا بزواج غيرها من باب التبادل، فهذا إن كان بدون مهر فإنه صغار بإجماع أهل العلم وهو باطل، نكاح باطل، لأن فيه إضرارا بالنساء وإهدار بكرامة المرأة وجعلها كالسلعة. وأما إذا كان هذا التبادل مع مهر كامل لكل من المرأتين، وكان أيضا برضا اللهم كل واحدة راضية بزوج الآخر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، هل هو صغار أو ليس بصغار. المسألة خلافية، وهذه مرجعها إلى القاضي وإلى المحكمة الشرعية لتنظر فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون من كان ذلكم حاله أن يراجع المحاكم لديهم شخصية؟ نعم، يراجعون المحاكم لديهم ويوضحون لهم صورة الواقع. نعم، والقاضي إن شاء الله يعمل اللازم. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الخبر، باعثها المستمع عبد الله أحمد بن نصر. أخونا يقول: إنني أتقدم بجماعة الصلاة في مكان عملنا وأجهر بالبسملة، وفي أحد الأيام كان يصلي معنا أحد الإخوان جزاه الله خيرا، وبعد الصلاة أخبرنا بأن البسملة لا يجوز الجهر بها. أرجو التكرم بتوضيح ذلك لي، هل أنا على خطأ في الجهر بالبسملة في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الجهر بالبسملة في الصلاة بصفة دائمة هذا غير مشروع عند جمهور أهل العلم، وإنما يسر بها، يقرأها سرا، هي مستحبة في الصلاة ليست واجبة. الاستعاذة والبسملة، الاستفتاح والاستعاذة والبسملة من سنن الصلاة، والسنة أن يسرها. وإذا جهر بها بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إذا جهر بها بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إنما الكلام في المداومة على ذلك. جمهور أهل العلم لا يرون الجهر بها، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والحديث في الصحيح دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة قبلها. هذا هو الصحيح كما قاله لك هذا الأخ، هو على صواب في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا إحدى الأخوات رمزت باسمها بالحروف عين نون دال ميم، وتسأل عن صبغة الشعر بالألوان الأصفر والأحمر، هل تجوز للفتيات أو لا؟ أنا لا أرى جواز صبغ الشعر إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشعر شيبا فإنه يصبغ بغير السواد، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما إذا كان الشعر غير شيء وكان على خلقته الأصلية، فإن تغييره إلى لون آخر هذا لا داعي له، وهو من الإحداث الذي ليس له مبرر. وجمال المرأة بشعرها وبلونه الذي على خلقته ما لم يكن مشوها، فإن كان مشوها فإنه يعدل التشويه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بريدة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: ميم سين، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز اختلاف عدد التسبيح في الركوع
والسجود، مثلا التسبيح في الركوع ثلاث وفي السجود، هل يلزم المصلي أن يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة أو ثلاث أو عشر أو يجوز أي عدد؟ جزاكم الله خيرا. تسبيح الواجب في الركوع والسجود والذي لا بد منه مرة واحدة، وأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وما زاد عن الواحدة فإنه مستحب، وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر، عشر تسبيحات في الركوع والسجود هذا أعلى الكمال، وأدناه ثلاث والواجب المجزي واحدة لكل منهما. جزاكم الله خيرا. تقول إنني أضع بقايا الأطعمة في جانب منازل مهجورة كي تأكلها الطيور والحيوانات، ولكنها قريبة من الطرق وقد تؤذي المارة وتشوه منظر الطريق وتتجمع عليها الحشرات، ولذلك أريد أن أضعها في صندوق النفايات مع أنها تكون معجولة في كيس خاص، فهل يجوز ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز وضع الأطعمة في صناديق النفايات وتهان وتمتهن، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها ينتفع بها، فالواجب أن يجعل لها وضع خاص لأن توضع في مكان طاهر من أجل أن تأكل منها الطيور والحيوانات وتصان عن الامتهان، توضع في مكان طاهر أو تجمع في أكياس أو في كراتين وتخرج من البيت إلى مكان مناسب من البر أو في أي مكان، أما أن توضع في الطرقات وفي المزابل ومع النفايات فهذا لا يليق بهذه الأطعمة، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنها ينتفع بها كما ذكرنا، فينبغي العناية بها والانتفاع بها مهما أمكن. النبي صلى الله عليه وسلم سب على لعق الأصابع وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت وإماطة الأذى عنها وأكلها، ولما رأى صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق أخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لا يدل على أنه لا يجوز التهاون في الطعام وانتهانه و... جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.